وإذا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية أم لم تضغط، هو يعني السلطات السودانية الآن هي في موقف حرج جدا، والسلطة الإنقلابية زائلة لا محالة، هي أدخلت نفسها يعني في نفق مظلم جدا، تبحث عن مخارج تخرج به بأقل خسائر ممكنة، بالتالي هي قد تستجيب، وخصوصا وأن للولايات المتحدة القدرة على إجبارها على ذلك بمساعدة الإقليم وبوجود الشارع الصامت تماما في وجه هذا الانقلاب. يمكن إلى الآن الحكومة يعني واضح أنها عاجزة تماما، عجزت عن اختيار رئيس وزراء. الآن نحن ندخل على الشهر السابع تقريبا، ليس هناك أي تقدم على كافة الصعد، سواء كانت من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، من ناحية أمنية، في كل الجوانب هناك إخفاق كبير وفشل كبير. بالتالي الانقلاب هو يبحث عن مخرج من هذا المأزق، وبالتالي لا بد أن يستجيب. هذا إضافة إلى أن هنالك خسائر كبيرة جدا تترتب على هذا الأمر، وعلى رأسها يمكن يعني هنالك حديث في أنه إذا لم يعني يتم التوصل إلى حكومة مدنية في فترة وجيزة، قد يخسر السودان كثير من الدعم الدولي المقدم، على رأسها تجميد الإجراءات والخطوات التي تسير باتجاه إعفاء السودان حتى يونيو، إذا لم يتم يعني توافق وطني وعودة إلى المسار المدني الديمقراطي، ستتوقف إجراءات إعفاء السودان من الديون التي يعني تقدر بحوالي 60 مليار دولار، إضافة إلى الدعم المقدم من الصندوق نفسه بحوالي 19 مليون دولار. فهنالك